بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أعزائي طلبة الصف الثالث الثانوي، إن شاء الله النهاردة كان أبدأ معاكم بقى حل كتاب جينيال، المراجعة المثالية للصف الثالث الثانوي. نبدأ على طول عشان ما نضيعش وقت، ناخد فيه كمية ملحوظات كبيرة، نشوف هنعمل في الكتاب ده إيه. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. من صفحة 6 بدأ لي بيه شوية تمرين على المذكر والمؤنث والجمع والمفرد. أولا أول جملة بيقول لي سي اي أربتر، إنه حكم هولندي. هولندي، بص للصفة الأخرانية، كلمة أربتر تمشي مذكر وتمشي مؤنث، بس الصفة الأخرانية مذكر، يبقى أخد آن. اليا يوجد مقص، المقص دايما جمع، يبقى أخد دي. سي إنه سير لونيه، قلم فوسفوري احمر. تعال ناخد اول ملحوظه في الكتاب ده بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف هنبداه فيها ازاي. قال لك انت عندك كلمه تروس، كلمه جم، كلمه رجل، كلمه فلو، دول الاربع ادوات مدرسيه المؤنثيه. طب غير كده مذكر، مقلمه، أستيكة أو ممحاة، مسطرة، ورقة، دول الأربعة المؤنثين في الأدوات المدرسية. ارجع تاني، أنا عندي سير لونية، قلم فسفوري أحمر، مذكر، باخد آن. ديفالا برو، أمام المكتب يوجد شخص كرسي، الكرسي مؤنث، أخد إن. نصوم، نحن نكون كوزن، عيال عم، ناخد دي عشان جمع. جملة 6 بيقول لي هي عندها عقد من الذهب، عقد مذكر، أخد آن. هنا شتين، اشتري بليت تذاكر بور فواجير للسفر، تذاكر جمع، يبقى ناخده دي. اون كلاس، في الفصل يوجد تيني، السبوره الذكيه، مذكر، اخد ان. انه تلميذ وتلميذه، في شويه كلمات كده زي كلمه ليف، زي كلمه ميديسان، زي كلمه بومبير، زي كلمه انفو، دول مذكر ومؤنث. كلمات تلميذ وتلميذه، طبيب وطبيبه، رجل اطفاء وسيده اطفاء، طفل وطفله، يمشي مذكر ومؤنث. بص معايا الجمله اللي جايه، ادي كلمه اليف، تلميذ وتلميذه، انتلجون، ذكيه، يبقى تلميذه، اخد ان. انا عندي امتحان، امتحان مذكر، اخد ان. ستين ماكيت، انها نموذج لمركب، المركب بينتهي بالمقطع او، هو المركب مذكر، بس ناخده ملحوظته بالمره. قال لك اي كلمه في الفرنساوي بتنتهي بالمقطع او مذكر، ما عدا بو وأو، بو يعني جلد وأو يعني ماء، دول مؤنث. كلمتين دول، البو والأو. شوف الجمله اللي جايه، انا عندي باتو، مركب، المركب، واحنا قلنا ايه، المركب مذكر، يبقى اخد سيسون دي فروي، انها فواكه جمع، يبقى اخد دي. انا ابحث عن ملبس، ملبس مذكر، بس تعال ناخده ملحوظته كده، هو بينتهي بالمقطع ام او ان تي. يلا بينا، اي كلمه تنتهي بام او ان تي مذكر، ما عدا فرسه، اسمها جمو، دي مؤنث، يبقى الملبس مذكر، اخد صفحة 7 بديل اللي بي اللو والله والا بصرف والا واس، اعمل فيهم 100، تعال نشوف سوا. لافت، الحفلة، الحفلة مؤنث، يبقى ناخده لا. براسوليه، سوار، مذكر، اخد لو. تو ده هي بتاعت جمع مذكر، من غير ما اقرا الجملة، تو احط وراها الا واس. كل الحيوانات، الاناناس تمشي مفرد وجمع، بس كلمة ايه اللي وراها تخليها مفرد، يبقى اخد الا ابوصرف عشان مبدوء بحرف متحرك. سي امبورتابل، انه محمول، محمول مذكر، اخد لو. انا افضل الشميز، القميص مؤنث، اخد لا. النيم با، هي لا تحب الزبادي، فعل ايم لا يتاثر بالنفي، والزبادي مذكر، اخد لو. يا مسيو مبدوء بجريك، الزبادي
واليوجا الاثنين دول حرف الجريك فيهم ساكن مش متحرك. تروس المعلمه، المعلمه مؤنث اخد لا لسه كاتبها لك. بروفيسور مدرس اخد لو. فواتير سيارات، السيارات جمع اخد ليه. القاموس مذكر اخد لو. جدول مواعيد مبدوء بحرف متحرك اخد. اذهب الى حمام السباحه مؤنث اخد لا. اغلق الباب، الباب مؤنث اخد لا. صاله الالعاب، الصاله مذكر اخد لو. شوف الجمله اللي جايه في الصفحه الثمانيه، بيقول لي جابتين اسكن قريب من المدرسه، المدرسه انا مذكر اخد دو. هو عنده الم في العيون، العيون جمع اخد او. اكلير في اي ساعه تذهب انت الى النادي، النادي مذكر اخد او. لا فارماسي، الصيدليه تكون اكوت بجانب المستشفى، مبدوء بحرف متحرك يبقى اخد دي او الا بصرف. انفا، نحن سوف الا منتان الى الجبل، او نحن نذهب الى الجبل، الجبل مؤنث يبقى ناخده الا. صفحه 9 بيقول لك الفياندو هو ياتي من الجيمناس. صاله الالعاب، صاله الالعاب مذكر اخد دو. جي تليفوني، انا اتصل ب مون كوزين، طالما في صفه ملكيه او اشاره اخد اه. سيل ورقة، انه المضرب بتاع سامي، المضرب اللي بيخص سامي اخد دو. لو صور في المساء نذهب الى ميدان التزلج، ميدان التزلج مؤنث اخد الا. جادور، اعشق لي جاتو، جاتو بالشوكولاتة، الشوكولاتة مذكر اخد او. باردون مسيو، اسف سيدي، النيابة لا يوجد نفي، في حالة النفي بحط يا اما دي او يا دي ابوستروف. وادي كلمة بواسون، اجوردوي ما عندناش سمك اليوم يبقى ناخده دي او. او بتدي جنيف الفطار، اون بريند ناخذ اللبن مذكر ناخده دو الاولاني. السؤال اللي جاي، اول دي جنير في الغداء، جي مونج انا اكل لحوم، اللحوم مؤنث يبقى اخد دولا. ماسير، اختي لا تحب، فعلت فعل يحب لا يتاثر بالنفي، والصودا مذكر يبقى اخد لو الاولاني. فو نو فو بروبوز، نقترح عليكم مكرونه جمع يبقى ناخده دي. تيم بوار، انت تحب ان تشرب عصير، العصير مذكر يبقى اخد دو. مرسي شكرا، نو مرسي شكرا، انا لا اريد جلاس، ده فعل نفي احط دي او او دي ابوستروف يبقى اخد دي او. نادية تشرب شوكولاتة، الشوكولاتة مذكر اخد دي او الاولانية عشان مذكر. اون فيند، نبيع جلاس ايس كريم، ايس كريم جمع ناخده دي. كومبيان، من ضمن شوية كلمات تعال نكتبهم مع بعض، ايه هما؟ قالك في كلمة اسمها بو بيكو السي بلين تروب كومبيان، كل ده بيجي ورايا يا دي او يا دي ابوستروف. زائد اسم جمع، بو يعني قليل، كثير نوعا او الى حد ما، مليء كثير، كومبيان يعني كم، كل دول بيجي وراهم يا دي او يا دي ابوستروف. ارجع للجمله تاني، اون فيند نبيع ايس كريم ناخده دي. كومبيان بيجي وراها يا دي او يا دي ابوستروف، لسه واخدينها في الملحوظ. ابورتيم، واحضر لي شاي يبقى انت، واحد شاي سيلفو بلي من فضلك. الجملة اللي جاية، ني بوابا لا تشرب كثير، ادي بيكو بيجي وراها دي او او دي ابوستروف اخد دي او. فو افي، انت عندك او الماء مبدوء بحرف متحرك اخد له فترات التجزئة دي او الا ابوستروف. بور افوار ان بون سانتي، لكي تحصل على الصحة الجيدة كل خضروات جمع يبقى ناخد، جمع يبقى ناخده دي. او دينار في العشاء، ام برند ناخد سوب من شوربة يبقى ناخده شوربة مؤنث يبقى خدنا دولار الاخرانيين.
صفحة 11 بديل بيقول لي حط يا إما سو يا ست يا ست يا سي يا سي أبوستروف يا صار. إيه الفرق بينهم؟ مذكر، مذكر متحرك، مؤنث، جمع، سي أبوستروف مع إس تي بس في الفرنسية أهي سي، والسي أو بتيجي مع صوم بس كأفعال. صا معناها هذا بيجرى الفعل المصرف مع ال. سي شانسون هذه الأغنية تكون تريبل، الأغنية مؤنث يبقى نغنو ست. جيفو اشتيرا ناوريت شراء بوت جمع يبقى ناخده سي. الاتوبيس مذكر يبقى اخد سو. مي فا صا مي فا هذا يناسبني يبقى خدنا صا هذا. افير راي مذكر، انا عندي كلمتين في الفرنسا وكلمه اسمها اوبينيو وكلمه اسمها افي. اوبينيو مؤنث وافي مذكر والاثنين معناهم راي. يبقى في رأي مذكر مبدوء بحرف متحرك يبقى خد له سي او تي. صوم احنا لسه كاتبينها صوم في الفرنسا مع سو يبقى سو صوم. جملة 7 فيست الجاكيت، الجاكيت مؤنث اخد له ست. لا لكتير القراءة سي ان ادي فيرب ايه؟ فيرب اتر يبقى خد له سي ابوستروف. انفا الكسندريا نذهب الكسندريا في الصيف، كل فصول السنة مذكر تاخد سي او تي. منوتر الساعة، يلا ملحوظات، لسه كاتبين ملحوظتين مع بعض قايلينهم دلوقتي. احنا قلنا ايه؟ قلنا ان كل فصول السنة مذكر تاخد سي او تي ما عدا الربيع ياخد سي او. كل فصول السنة مذكر تاخد اون ما عدا الربيع بياخد او. كل الساعات مؤنث زي كلمة مونيتور، كلمة أورولوج، كلمة إير، ساعة يد، ساعة حائط، ساعة، الثلاثة دول ها مؤنثين. بص الجملة الأخرانية عندنا، مونيتور الساعة تكون اوريجينال أصلية يبقى ناخده ست بتاعت المؤنث. صفحة 12 جايب لي اختيارات، الوجبة المفضلة تكون الغداء، مون ريباب فري وجبتي المفضلة، الوجبة مذكر يبقى خدنا مون الأولاني. عادل اكتب لي عنوانك، العنوان مؤنث بس مبدوء بحرف متحرك يبقى يعامل معاملة المفرد المذكر أخد طن الأخراني. مزنفو أطفالي ريجاردي رانجي يرتبون حجرهم، الأطفال جمع يعني ويساوي الضمير اللي بتاعت الجمع، معاهم ثلاث صفات ملكيه لير 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 اخرها اس، والحجره مفرد يبقى اخد لير اللي هي الثانيه. مسيو سيد احترام يبقى مع الفو على طول، طب الفو معاها ثلاث صفات ملكيه ايه؟ فوتر فوتر فو. والسياره مؤنث اخد فوتر. النو النو معاها ثلاث صفات ملكيه اللي اقولهم نطر نطر نو. الفريق مفرد يبقى اخد نطر. التلاميذ معاهم ثلاث صفات ملكيه ها لير لير لير. والدروز جمع يبقى اخد لير اللي اخرها اس. هي معاها ثلاث صفات ملكيه صن صا سي. والواجبات جمع يبقى اخد سي. المقص جمع، دور لي على واحده في دول بتاعت جمع قال لك ميل اولاني. كل مدرسه مؤنث مبدوء بحرف متحرك تعامل معامله المفرد المذكر، يعني اخد ما ولا صن؟ اخد صن. أميرة متى أنت أو متى يكون عيد ميلادك؟ الكاف عيد الميلاد مذكر يبقى أخد طن. هو يذهب باتسير الحلواني عند الحلواني، الحلواني مذكر دور على واحدة دول بتاعت مذكر قال لك أخد لو. إنها العجلة، العجلة مذكر أخد آن. جينيين بقى فعل يحب لا يتأثر بالنفي. والسمك جمع يبقى اخد ال او اس. يبقى يحب ويعشق ويفضل ويكره، بتاخد ادوات معرفه نفي واثبات اكتبهم تاني. ادي يحب، ادي ادوري يعشق، ادي دي تستي يكره، ادي بريفير يفضل. بياخدوا ادوات معرفه اللي هي اللو والله والالا بصرف واللي ال او اس سواء نفي سواء اثبات. اودي نار في العشاء اون جيب ريند انا اخذ دي فورماج الجبنه. الجبنه مذكر
يبقى اخد دو. ده مش هعرفك ان جبنا مذكر. قال لي في ملحوظه صغيره كده، ان اي كلمه بتنتهي باز مذكر ما عدا بلاز كاز اماز باز. شاطئ قفص صورة صفحة، دول مؤنثين. ارجع للجملة تاني، يبقى فرماج جبنة مذكر خدنا دو. شيان الكلب، الكلب مذكر اخد سو. انها كرواسون، كرواسون خبز مذكر، يبقى اخد. وهنا بريفري مفضل كمان عشان تعرفك انها مذكر. انا واحدة دول بتاعت مذكر قال لك مو. المانج هو ياكل بيكو كثير من الشوكولاتة، هو ياكل كثير من الشوكولاتة. بيكو بيجو وراء اما دي او يا دي ابوستروف زائد اسم جامع، والشوكولاتة تعتبر جامع، يبقى خدنا دو. كريم يلبس نظارات، النظارات جامع، يبقى خد دي. المانج هم ياكلون مكرونة، مكرونة جامع، يبقى خد دي. سلي الشمس، الشمس مذكر، يبقى خد لو. اكتب وراي المذكر والمؤنث وما تسيبش حاجة. اني ابلو ده نفي، اخد يا دي او يا دي ابصرف، يبقى خدنا دي او. سينا ورايونا قسم، قسم مذكر، يبقى خد لو. جيب راتك انا امارس رياضات، الرياضات جمع، اخد دي. هم ياتون من فرنسا، فرنسا دولة مؤنثة والدول المؤنثة بتاخد دو. طب لو كانت دولة مذكرة كنا خدنا دو، لو كانت دولة جمع كنا خدنا دي. يبقى دي مع الدولة المؤنث، دولة المذكر، دول جمع. طب لو الدول مبدأ بحرف متحرك كنا خدنا دي او مصرف. نشتري دي، دي مؤنث، يبقى ناخده دولا. منكم من زميلي عنده ألم في الظهر، الظهر مذكر، يبقى اخد او. انه المفتاح، المفتاح مؤنث، يبقى اخد لا. أنا أسكن في حي، حي مذكر، يبقى خد آن. اللي في باه ولا يمارس ده نفي، أخد ديو. عشان اليوجا لسه قايل لك إن حرف الجريج هنا ساكن، يبقى خدنا دو. سي بروفيسور هذا المدرس عنده بن إيدي، في ملحوظة صغيرة إن الدي أو بيجي وراها صفة جام زائد اسم جام. اكتبها. ادي بو بيجي وراها صفة جامعة زائد اسم جامع، ادي الصفة الجامعة، يبقى اخد دي او. انها السيارة بتاعت صديقي، خلي بالك ان هنا صفة ملكية، يبقى اخد دي. طب ليه ما خدناش اه؟ عشان فيه قصة بتقول لي عندك جملة لازم تقابلك. ايه هي الجملة؟ قال لك معرفة زائد اسم زائد دو زائد اسم. يبقى لا فواتير السيارة بتاعت سامي. سيت أطروس إنها مألمتك، قال له نعم هي تكون لي، عايز لي في دول، قال لك مو. سيسون تفو كادو إنها هداياكم، قال له نعم هي تكون لنا. ادي النو. لو بلوزن الجاكيت يكون ال، انه لها، انه جاكيتها، هي معاها ثلاث صفات ملكيه صون صاصي. طب الجاكيت البلوزن ده هو مذكر ولا مؤنث؟ قال لك مذكر، يبقى خد صون. الجمله اللي جايه سي لافير منها المزرعه بتاعت جيراني، نعم هي تكون لهم. و طب ما تكتب لي دول يا مسيو، مش عارف اختار، اختار البركه. قال لك خلي بالك حرف الجر او العطف بيجي وراه جو تي ال نوفو ال ال لا، بيجي مكان الجو موا، مكان التي توا، مكان ال ال الوي، مكان ال 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 زي ما هي، مكان النو نو، مكان الفو فو، مكان ال ال بتاعت الجمع او، مكان ال بتاعت جمع المؤنث ال زي ما هي.
يبقى دول اللي احنا بنختار فيهم من ساعتها. بعد حرف الجر ناخد واحده من دول. طب بص للجمله اللي جايه كده، اللي فاتت قصدي، انها المزرعه بتاعت الجيران. قال له نعم انها مزرعتهم هي تكون لهم. الجيران جمع مذكر اخده. الزي بتاع الصيدلاني، الصيدلاني مؤنث يبقى اخد دول. انه تونا في رايك؟ قال له لا انه رايه. انه رايك؟ لو انا قلت نعم كنت قلت رايي، كنت خدت موم. انه رايك؟ قلت له لا انه رايه. والتلاميذ يحيون العالم. العالم مفرد مذكر. مش عارفك انه مفرد مذكر بينتهي بو وانت لسه كاتب لي ملحوظ له. يبقى صن ما تنفعش، لا ما تنفعش، لير ما تنفعش، لو هي اللي تنفع. شوف السؤال اللي جاي. أقي إلى من يكون ست مونيتور هذه الساعة؟ قال له هي تكون، هنا حرف الجر إلى، هاتوا في الإجابة. هي تكون مني، هي تكون إلي، يبقى خدنا رقم ب. أميرة إنها أو إنه هديتك. الهدية مذكر أخد طن. شوفوا اللي جاي. محمد وأنا أنفا نذهب عندك جدين. قلنا بتساوي الضمير إلا في التصريف، بس نو في المعنى. والنو معاها ثلاث صفات ملكية، نطر نطر نو. وهنا الجدين جمع يبقى أخد نو. شوف السؤال اللي جاي. آية إنه ماذا تنكرك؟ التنكر مذكر. إحنا اتفقنا مع بعض إن أي كلمة بتنتهي بما هو نتين مذكر. طب خلاص ماشي، يبقى خد آية إنه ما يكون تنكرك أنت، يبقى خدنا طن. ليه جويين لاعبين يلبسون اللاعبين جم؟ مايوهات جم. اللاعبين بيساوي الضمير إل. المايوهات جامع. نشوف الثلاث صفات الملكية. قال لك لير لير لير، يبقى ناخده لير اللي اخرها اس. جون بصي جون يقضي اجازته في مصر. الاجازه جامع، اخد على واحده دول. جون بيساوي ضمير ال، معاه ثلاث صفات ملكيه صون صا سي، والاجازه جامع، يبقى خدنا سي الاخرانيه. ميزليف تلاميذي افتحوا كتبكم. افتحوا نهايتها او زد. ثلاث صفات ملكيه فطر فطر فوز، والكتب جمع، يبقى ناخده فول الاولاني. مونيكا تدعو، مونيكا بتساوي الضمير ال، وصديقه مؤنث. المفروض ان انا احط صا، بس عشان صديقه مؤنث مبدوب بحرف متحرك احط لها صن. جيتي برزنتي اقدم لك زميلتي. الزميله مؤنث. الجو معاها ثلاث صفات ملكيه من مامي، خدنا ما. نو بريبور نحن نجهز فصل الاطباق. ايه الحقائب؟ الحقائب جمع. النو معاه ثلاث صفات ملكيه نطر نطر نوز، يبقى ناخده نو. مدام احترامي بمع الفو. كليف وتر اكسسوار، ما هو اكسسوارك المفضل؟ الاكسسوار مذكر مفرد يعني، يبقى مع المدام مع الفو. الفو بتاخد ثلاث صفات ملكيه فوتر فوتر فو، يبقى خدنا فوتر الاخراني. سي ام بورتابل، انه بورتابل يعني محمول. وي انه محمولي، اخد من. انه بل، بل دي بتاعت مذكر متحرك. اكتبهم لي. انا عندي كلمة نوفو ونوفل وبو وبل. اولا نوفو يعني جديد، ونوفيل جديد، بو جميل وبيل جميل. ده هي بتاعت مذكر ساكن، مذكر متحرك نفسها، مذكر ساكن، مذكر متحرك. كلمة نوفو تجمع بإضافة اكس، يبقى هما الاتنين جمعهم واحد. ايه هو جمعهم؟ يبقى ده الجمع. هما الاتنين لهم مؤنث. ايه مؤنثهم؟ قال لك نوفيل، يبقى دي بتاعت المؤنث. طب جمع المؤنث منها ايه؟ ها نوفيل اتنين اوس، يبقى دي جمع مؤنث. تعال يلا نقيس على ده زيها بالظبط. احنا قلنا لو انا مذكر ساكن والتاني مذكر متحرس، انا عايز اجيب منهم الجمع.
ادي كلمة بو حطينا لها اكس، بقى الجمع بتاع بو وبل اتنين بو. طب المؤنث منهم كلمة بل، طب جمع المؤنث منهم كلمة بل. ارجع للجملة تاني، يبقى انا عندي كلمة بل دي بتاعت مذكر مبدوء بحرف متحرك كدو ولا روب ولا اماج ولا اوتيل. قال لك اوتيل. صورة مؤنث، فستان مؤنث، هدية مذكر بس ساكن. ما شمر حجرتي تكون دائما الحجرة مؤنث. دور لي واحدة في دول بتاعت مؤنث. قال لك كلمة روج، رانجي. ما شمر حجرتي تكون دائما رانجي، اخرها اس، رانجي اخرها او، رانجي اخرها او على اكسون، رانجي اخرها او على اكسون او. يبقى خدنا الاخرنيه مؤنث مرتبه. سي مون انه من كوبين، كوبين زميل دي مذكر، يبقى اخد كوبين كوبين التاني. يكون سيريو جاد، سي جامع ما تنفعش. سي بولونجير هذا الخباز، اه هذا الخباز يكون مجد او جاد، يبقى خدنا التاني عشان دي مذكر. ما طانت عمتي تكون كوزنير طباخه، اه طباخه تنفع. من اونكل عمي يكون فونديز بائع طبيب، قال لك طبيب من ضمن الكلمات اللي انت قلت لنا عليها تمشي مذكر ومؤنث وايه وهكذا لا تتغير، يبقى خدناها. اون ادي نوفو، نوفو جمع، يا ترى جمع ايه؟ قال لك جمع مذكر. بروفيسور مدرسين، اه تنفع. ست بتاعت المذكر المبدوء بحرف متحرك، بتاعت المذكر المبدوء بحرف متحرك، اوفرتي اوفرير ولا اوفرير ولا اكتريس ولا اكتريس. خليك معايا، اوفرير عامله، اوفرير عامل مذكر متحرك، ممثله ممثلين، يبقى احنا خدنا سيان استلون نو قلم جاف، عايز لون، قال لك بلو. الستاير جمع ايه؟ جمع مذكر. اخد ايه في الستاير جمع مذكر؟ قال لك كلمه بلونك الثانيه نهايتها اس. سيبت سير هذا محل الحلوى، يكون محل الحلوى مذكر، اخد جنت الاولاني. سيتي زو هذا العصفور، يكون جملاء جميله صغير صغيرة صغير، يبقى خدنا الأخرانية عشان عصفور مذكر. ست فم هذه السيدة تكون نشيط، نشيطة، أخد نشيط. مون جراند بير جدي يكون دايناميك، أه دايناميك تمشي مذكر وتمشي مؤنث. ده هي مؤنثة ذو عضلات رياضية صبورة. جيم بكو أنا أحب كثيرا ليزا كتير، اللي هم أكتريس الممثلات جمع مؤنث. سوريان تبشوشين ولا سوريان تبشوشات؟ قال لك ناخد كلمة بشوش. زي الجيبة، هذه الجيبة تكون كلير. في أربع ألوان في الفرنساوي، ركز معايا فيهم كده. عندك كلمة فونسي، كلير، مارين، سيال. بيجي قبلهم إيه؟ يأتي قبلهم صفة، لون، دائما، مفرد، مذكر. غامق، فاتح، كحلي، سماوي. ارجع للجملة تاني، ادي كلمة كلير موجودة، يبقى بيجي قبلها صفة لون دائما مفرد مذكر، يبقى خدنا كلمة فير. انه ارتست فنان، فنان مذكر بس مبدوء بحرف متحرك. نوفو بتاعت مذكر ساكن، نوفو بتاعت جمع، نوفيل بتاعت مذكر مبدوء بحرف متحرك، يبقى ناخدوها. ستين جاتو، انها جاتو مفرد مذكر، ارتسينال، اه تنفع هي ديت، معدة جيدا عشان دي مفرد مذكر، جمع مفرد مؤنث. جنين بقى، انا لو احب فيتمون ملابس، الملابس بتنتهي بام او ان تي، واي كلمة بتنتهي بام او ان تي جمع مذكر. دور على واحدة في دول جمع مذكر، قال لك دي مود لاخرها اس بس. سي جويز هذه اللاعبات، اللاعبات جمع مؤنث. دور لي على واحده في دول جمع مؤنث، قال لك اكتف اللي اخرها في او اس. مون كوبن زميلتي، ما كوبن زميلتي عندها ايه؟ اخضر، دي جمع مذكر. عيون، اه العيون جمع مذكر، الاذنين مؤنث، الساق مفرد، الظهر مفرد. خلاص
اونيفير في الشتاء الطقس يكون الطقس مذكر. دور لي على واحدة في دول بتاعت مذكر، قال لك فرواه التالتة. سين تيشيرت، ناو تيشيرت بأكمام. ركز معايا في الملحوظة دي، الله يرضى عليك. أنا عندي أربع حاجات: بوا، كارو، طالو، لاكت. بوا منقط، كاروهات، بكع، برباط. بيجي قبلهم اه صحيح، بس بيجي بعدهم جمع مذكر. الصفة اللي بتيجي بعد الأربعة دول جمع مذكر. طب غير كده لازم الصفات تيجي جمع مؤنث. يعني إيه غير كده؟ أنت عندك منقط وكروات وكعب وبراط، لسه في حاجات تانية. بص معايا كده، أنا عندي هنا أكمام. الله، أكمام مش من ضمن الأربعة، يبقى جمع إيه؟ يبقى جمع مؤنث. آخد كورت الأولاني. شوف السؤال اللي جاي: جيفوس هيت، أتمنى لكم دي بن. بن دي جمع مؤنث. كونج عطلات جمع مذكر. انيفرسير مفرد مذكر. فاكونس اجازات جمع مؤنث. فوياج رحله مفرد مذكر. علي وسلمى جمع، جمع ايه؟ جمع مذكر، عشان علي بيبقى موجود في الجمله. طالما فيه واحد موجود في الجمله مذكر، يبقى الجمله كلها جمع مذكر. جرو سمينات بلوند شكراوات رو، تمشي اصعب واصعب. لا روب الفستان سي ايه؟ في ملحوظه بتاعت السي ايه؟ الله يلا اكتبها لي بسرعه. قال لك ان السي ايه ياتي بعدها صفه مفرد مذكر دائما. ارجع للجمله تاني، ادي الفستان مؤنث ماليش دعوه بيه. السي ايه موجوده، ياتي بعدها صفه مفرد مذكر، ضش بعينيك هاخد كده. جولي، نشوف السؤال اللي جاي. صوت تكون برانش بيضاء، دي جمع مؤنث. تعال نجيبها من الاخر. الستاير جمع مذكر، الحقائب جمع مذكر، الكرات جمع مذكر، يبقى كلمه بول ده هي اللي جمع مؤنث كرات. الصوت جمو انهم توامين، هم عندهم، هم يكونوا، اتولدوا. هم بتاعت جمع المذكر، دور لي على واحده في دول جمع مذكر، قال لك ني التالته. لا تلبس نقط إليه كورت انها قصيره، يبقى هل تلبس حاجه مؤنث؟ صوت روك ما تنفعش. سي جيب، تنفع. سي جمع وسو مفرد مذكر. احمد وهاني يكون روز. احمد وهاني جمع مذكر، دي مفرد مؤنث، جمع مؤنث. تمشي مذكر وتمشي مؤنث. كلمة منس رشيقة ورشيقة. جرموند شريهات جمع مؤنث. ماما أم اشترت دي برودوي منتجات، المنتجات جمع مذكر، اكتب عليه. أدي مفرد مذكر، جمع مذكر، يبقى خدنا التاني. سي شوفيل، هذا الحصان يكون تري حصان مذكر، بتيت مؤنث، ربيد تمشي مذكر وتمشي مؤنث. بل جميلة مؤنث، جروند كبيرة مؤنث. سي انشات انه قط مذكر. بلونش ولا بلونك؟ قال لك بلونك. سي صوت انها وزو عصافير، العصافير جمع مذكر، يبقى اخد التانية التالتة. صوم في الفرنساوي يكون سريان تبشوشات، كده جمع مؤنث. ممرض ولا ممرضين ولا ممرضات؟ قال لك ممرضات. دانسيت بوتيك، في هذا البوتيك لبري الاسعار تكون، الاسعار جمع ايه؟ جمع مذكر. اخد انا واحده في دول جمع مذكر، قال لك شير الاخرانيه. شو لو باسونير عند السماك، اليا يوجد ديب واسون، سمك. السمك جمع مذكر. اخد كلمه جينيال مفرد، فريش مؤنث، فريش جمع مؤنث، سوبر. صفحة 24 بيقول لي: سيدي برينيه خذ الشارع. شارع مؤنث، أنا واحدة في دول بتاعت مؤنث؟ لا دوزيم، لا دوزيم. محمد عنده 17 سنة، هو يكون أن في أني سنة مؤنث.
ستيام سابع سنة ثانوي، سادس سنة ثانوي، تانية ثانوي. يكون في تانية ثانوي، في تاسعة ثانوي، مفيش في تاسعة سنة ثانوي، يبقى خدنا في سنة تانية ثانوي. مون أونكل عمي يسكن في الطابق، الطابق مذكر. ويتيم تمشي مذكر وتمشي مؤنث. بريمير كده مؤنث، نف عدد عادي ودس عدد عادي. يبقى العدد الترتيبي هو اللي انت بتاخد فيه المقطع يم، ما عدا كلمة بريمير وبريمير ودورنير ودورنير، أول والأخير هم دول اللي بيمشوا فيهم المقطع ده. الإنجليزي إنه لغة، لو بريمير خلي بالك ده لغة مؤنث، لو دوزيام ده لغة مؤنث، لا تروازيام تمشي، لا بريمير اللغة الأولى، يبقى خدنا الأول إيه الأخرني، عشان في هنا اتنين مؤنث، يبقى خدتها بالمعنى بقى. شوف السؤال اللي جاي، أبريل يكون شهر، يناير فبراير مارس أبريل، بطلع الرابع، يبقى لو تروازيام ولا لا لو كاتريم؟ قال لك لو كاتريم. 25 بيقول لي اون اي ان كنترول، احنا عندنا امتحان كل شهر. ركز بقى في الملحوظه دي، هناخدها كلها مره واحده. انا عندي تو بيجي وراها اداه ومفرد مذكر، توت بيجي وراها لا ومفرد مؤنث، وهنا كتلو، تو بيجي وراها ال او اس وجمع مذكر، توت بيجي وراها ال او اس وجمع مؤنث، كل دول معناهم كل. طب في واحده كمان اسمها كل، اسمها شك، بيجي وراها اسم مفرد بدون اداه. ايه تاني؟ قال لك في كلمة اسمها كلك، كلمة اسمها بليزير، كلك يعني بعض، بليزير يعني العديد من الاتنين ده، هما بيجي وراهم اسم جمع بدون أداة. تعال نرجع للجملة تاني، احنا عندنا كل شهر، الشهر مذكر، توت كانت عايزه لو، توت كانت عايزه ال او اس، شك كانت عايزه مش عايزه، ده عايزه اسم مفرد بدون اداه، يبقى شك مو كل شهر. ليفت مون ملابس، الملابس جمع مذكر وفي هنا ال او اس، يبقى اخد تو الاخرانيه. الحيوانات كل كانت عايزه ال او اس، بليزير بيجي وراها اسم جمع بدون اداه، شك بيجي وراها اسم مفرد بدون اداه، تو كانت عايزه ال او اس. لو دركتير المدير زار نقط الفصول، الفصول جمع مؤنث، فيها اداه ولا لا؟ يبقى اخد توت. بروفيسور المدرسين جمع مذكر، اخد تو كانت عايزه ال او اس، تو كانت عايزه ال او اس، كلك بيجي وراها اسم مفرد بدون اداه، شك اسم جمع قصدي بدون اداه، وشك بيجي وراها اسم مفرد بدون اداه. يلا نشوف اللي جاي، فوندر دي جمعه وانا مغمض ما فيش اداه، يبقى اخد شك كل جمعه. لو كوميرس المحال التجاريه تكون مغلقه، المحال التجاريه جمع مذكر وفي هنا اداه، يبقى اخد تو الاولانيه. جي بصي انا اقضي العطله، في اداه، يبقى اخد تو الاولانيه. تلميذ يجيب في هذه الكراسه، دي كانت عايزه اداه ودي كانت عايزه اداه ودي عايزه اسم جمع ودي بيجي وراها اسم مفرد بدون اداه، يبقى خدنا شكل. 29 بيقول لي ماسير اختي سيفت مو ملابسها، اختي بتساوي الضمير قال يعني تاخد نهايه او. ربصيه تكوي تنفع، بصيه تمر، ربصيه اخرها او اس، بصيه اخرها او اس، يبقى احنا خدنا نهايتها او. النون نهايتها او ان اس في الفرنسيه، دور لي على واحده في دول نهايتها او ان اس، قال لك مانجو الثانيه. الفو معاها او زد في الفرنسيه، ودور على واحده فيها او زد، قال لك الاولانيه. نرى المباريات. سيت فيست هذا الجاكيت كسكتي اون التي معاها نهايه او اس، ما رأيك فيه بونسي نهايتها او اس؟ زيرو بيساوي الضمير ال، وطالما ال يبقى تتنكر،
زوي تكون متنكرة بخد نسيد وزينة ايتاو لو ستيديان المواطنين دان لا فيل في المدينة المواطنين جم يعني بيساوي الضمير ال يبقى ياخدوا بالتيل الاولاني لازم فا جمع تاخد نهاية ال اخد نهاية تاو النتي دور على واحدة نهاية تاو النتي سي بانير يستحمونا في النهر كي في الفرنسية بتساوي الضمير ال في التصريف دور على واحدة دي نهاية تاو قال لك التالت ممبير ابي اعطى بيجي وراه الفعل في المصدر طب هما ايه كمان بيجي وراه الفعل في المصدر اكتبهم لي قال لك ودو وصو وبور الأربعة دول بيجوا وراهم مصدر فعل إلى أو في من أو عن بدون لكي أو لأجل أو حرف اللام كل ده بيجوا وراه مصدر ارجع للجملة تاني مونبير أبي دوني مانجي دور على مانجي خدناها مصدر ليكوليون زباين بيساوي الضمير إيه اللي بتاعت الجامعة يعني تاخد نهاية او ان تي انا واحدة بدون نهاية او ان تي قالك ديسكاتو التالت يناقشون الجو معاها نهاية دي ولا او اس ولا اس اس وينفع اس هنا معناها اقول وهنا معناها اخرج انا نقط مع الزملاء يبقى اخرج مع الزملاء خدنا الاخراني التي نهاية اس في المجموعة الثالثة أنت تأخذ ما تنفعش ناقص إس أنت تقول عصير ما تنفعش أنت تشرب عصير يبقى خدنا الثالثة قلنا بتساوي الضمير إلا في التصريف دور على واحدة دور مصرفة مع إلا قال لك فيند الأولاني لزليف التلاميذ جمع يعني بتساوي الضمير إلا أخد أنا واحدة في دول قال لك اللي هي رقم ب تي ديماند انت تطلب لوبري عن الاسعار دي ان جون سعر بنطلون انت تقول او انت دي تقول تنفع انت تطلب نهايتها او ما تنفعش نهايتها دي ما تنفعش نهايتها اس تخرج ما تنفعش لو بس سجل الركاب جمع يعني بيساوي الضمير ال او زد ما تنفعش دي ما تنفعش اس ما تنفعش او ان تي هي اللي بتاعت المفرد حار يبقى الجو حار يبقى الفين جيم الفعل الاولاني مصرف يبقى الفعل التاني اتحط مصدر قال لك فيغر اخراني وصا صا بتساوي الضمير ال في التصريف يبقى اخد بليه التاني لازم فول اطفال جمع يعني بتساوي الضمير ال بتاعت الجمع ادور على واحده في دول بتاعت ال بتاعت الجمع قال لك نهايتها او ان تي قلنا بتساوي الضمير إلا في التصريف اخرها اس ولا اخرها او ان تي ولا اخرها دي قال لك اللي اخرها دي ينزل من او في المحطة القادمة ما هو في القادم مونبير ابي نو اشتغل مع مين قال لك اشتغل مع المونبير اللي جاء الاول اذا جاء فاعلين لم يفصل بينهم فاصل يتم التعامل مع الاول ابي نو افري ناخد افري الاولانية قدمها لنا دي بشيت واسرع اون ريتارد كلمة اون ريتارد بتيجي مع فيرب اتر اتر اون ريتارد يعني يكون متأخر اون معاها فيرب اتر يبقى خدنا ايه الاخراني كلسبور هنا فو اي رياضة تمارسوا انتم الفو بتاخد نهاية تي او اس الاخراني تولا فامي كل الاسرة بتساوي الضمير ال يبقى برند الاولاني ان بتساوي الضمير اللي في التصريف يبقى بو التالتة كاسكو تي التي معاها نهاية ايه في الفرنسية قال لك معاها مت الاولاني الجو معاها نهاية ايه قال لك معاها اس التالتة جي سي انا اعرف اركب حصان فو دي في ده فعل مصرف يبقى الفعل التاني ايه مصدر طب لو فعل ذو ضميرين لابد من تحويل السو السو تحول مع الفو فو والمصدر يبقى خدنا الاولاني سي شوفيل هذا الحصان يكون سريع عايز كلمة يكون قال لك ايه طب يجري هنا
كورير مصدر كورس، ما تنفعش الحصان بيساوي الضمير اللي يبقى كورت اللي نهايته تي. في الشتاء النقط سوفون غالبا بلو تمطر. الجملة اللي جاية سو في الفرنسية ما بتجيش غير مع سون، تعال ندور عليها لانها الاخرانية يبقى سو سون. قلنا بتساوي الضمير ال، اخد انا واحدة في دور. للذهاب الى الحفلة مت نلبس، للذهاب الى الحفلة بورت نلبس، للذهاب الى الحفلة صابلي نلبس، للذهاب الى الحفلة مت نلبس نهايتها اس للذهاب الى الحفلة. يا ترى اختار ايه؟ لو انا قلت نحن نلبس للذهاب الى الحفلة تنفع، نحن نلبس للذهاب الى الحفلة تنفع، بس الاثنين ده هم لازم وراهم حاجة تكملة، يبقى نحن نلبس بلوفر، نحن نلبس قميص، نحن نلبس فستان. اما صاب اللي يتهندم، يتهندم مش محتاجة وراها حاجة. يبقى الجملة صح انصب اللي نلبس نتهندم للذهاب للحفلة، يبقى خدنا رقم سي. اما الاثنين التانيين فكان عايزين تكملة سواء اي جزء من اجزاء اللبس. نوفو اشتغل مع النو ولا مع الفو؟ النو اللي جات الاول اشتغل معاه. نوتر انترنير خط السير، النو بتاخد نهاية والناس، يبقى نحن نصف خط السير لكم. اكلير في اي ساعة تي معاها في اي اس فيني، فيني ناخده فيني. لو ترافاي العمل، طب ليه ما خدناش فا؟ في اي ساعة انت تذهب الى العمل، كنا خدنا او مكان لو ترافاي، شلنا لو حطينا او خدنا ترافاي، انما تنهي العمل يبقى هي دي اللي انت هناخدها. مونفرير اخويا بيساوي الضمير ال في التصريف، والال بتاخد نهاية سي ليفي استايكز لودنت، سي كوشي ينام الاسنان، سي دوشي يستحم الاسنان، سي بروسي يغسل بالفرشاة الاسنان، يبقى خدنا الاخرين. هو نقط لو ترين القطار بتاع القاهرة، برني يأخذون، دي صند ينزل، الطند ينتظر، هو ينتظر قطار القاهرة. النو معاها نهاية هو الناس، دور لي على واحدة في دول نهايتها هو الناس، قال لك رقم بي. جي اصوف انا عطشان، انا اريد ان اشرب، انا اريد، يبقى خدنا بو. تو مي زامي كل اصدقائي جمع، يعني تاخد نهاية او ان تي، دور لي على واحدة في دول نهايتها او ان تي، قال لك اللي هي رقم سي. كومون فو مسيو سيدي، طبل صبل نو ابل فو زابل، ما اسم حضرتك يا سيدي، بخدنا نو زابل الاخراني. الحمد لله رب العالمين، انا هكتفي بهذا القدر النهارده بالحل في كتاب جينيال، حل ممتع بصراحه، هنطلع من الكتاب ده وكميه ملحوظات كبيره جدا. انتظروني في الحلقات اللي جايه ان شاء الله اكمل لكم كتاب جينيال على الاقل حتى حلقه كل اسبوع، عشان انا بحل برضو كتاب برافو وكتاب برسي وكتاب المعاصر في سنة تالتة، وبحل برضو كتاب برافو ومرسي والمعاصر في سنة اولى وتانية. هو ارهاق صحيح، بس انا لازم اكمل رسالة السنة دي واحل معاكم كل حاجة. ما تنساش ان انت تقول رأيك في الشرح ورأيك في الحل، منتظر تعليقاتكم وتفاعلكم على جروب التليجرام اللي موجود في الوصف بتاع الفيديو. اشوفكم بخير في الحلقات اللي جايه ان شاء الله، واذا كان في العمر بقيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.